بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كالمعتاد بنتائج الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة، ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الاثنين 4 ماي 2020. خلال هذه 24 ساعة أكدت لنا المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري للحالات المشتبه إصابتها، أكدت هذه المختبرات 150 حالة إضافية مؤكدة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء 5053 حالة مؤكدة، فيما بلغ إلى حدود اليوم عدد الحالات المستبعدة بعد التحري الوبائي والمخبري 40249 حالة مستبعدة. خلال هذه 24 ساعة كانت هناك أربعة الجهات التي سجلت أكبر نسبة من الحالات، وهي على التوالي جهة فاس مكناس، وجهة الدار البيضاء سطات، ثم جهة الرباط صلاة القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما 6 ديال الجهات لم تسجل أي حالة والحمد لله، هي جهة درعا تافيلالت، الجهة الشرقية، جهة سوس ماسة، جهة قلميم ودنون، جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب. هذه الحالات لازلنا نكتشف جلها، وهي في حالة صحية جيدة أو بدون أن تبدو عليها أعراض للمرض، ذلك أنها تكتشف في إطار عملية التتبع الصحي للمخالطين بنسبة مئوية تقدر ب 84%، حيث إن هذه 24 ساعة مكنتنا من اكتشاف 126 حالة من بين 150 حالة جديدة المؤكدة خلال هذه 24 ساعة، مع العلم أننا لازلت لدينا إلى حدود الآن 8821 حالة مخالط تحت التتبع الصحي. خلال هذه 24 ساعة كذلك تم تسجيل للأسف 5 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بهذا الداء، ليصبح إجمالي الوفيات المتعلقة بهذا المرض منذ بداية الوباء ببلادنا 179 حالة وفاة، وتبقى نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.5% ديال الوفيات من بين 100 حالة مؤكدة. بالنسبة لحالات الشفاء سجلنا ولله الحمد 215 حالة شفاء، إذن اليوم نحن نتجاوز عتبة 200 حالة شفاء، تنضاف إلى الحالات القادمة، ويصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء طبقا للمعايير المخبرية التي نعتمدها 1653 حالة شفاء، وتستمر النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع، حيث بلغت اليوم 32.7% إلى حدود اليوم. فإذا كان هذا مجمل ما ميز الحالة الوبائية لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال هذا 24 ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.